من غير مقدمات، ده بريك داون لتاني اعلان لجيم اوف ثرونز سيزون 7. اول حاجه هتكلم عنها مشهد بران وميرا عند الوال قدام جيتس كاسل بلاك. بران ساب وينترفيل من اخر حلقه في سيزون 2، وفي المشهد ده هو قاعد على كرسي متحرك لابس هدوم نظيفه قدام نفس الشجره اللي في وينترفيل. مش عارف الراجل العجوز ده يبقى دافوس ولا فيجن ولا مجرد مايستر جديد في وينترفيل. اريا برضه شكلها راجعه وينترفيل، وريونيون العيال الفاضله من هاوس ستارك اخيرا هيحصل، بالذات سانزا واريا اللي علاقتهم ما كانتش حلوه اصلا. تشامبيون ذا وال، ذا هاوند بيوند ذا وال، بارك دونديريان، تورموند، الجروب ده كله في موقف ما يتحسدش عليه. اخر شوت لجون في التريلر شبه الشوت دي، بس المره دي زي ما بيقول في الفويس اوفر ان الانمي اللي هم الوايت ووكرز موجودين بجد، مش مجرد خلاف سياسي وخلاص، وان كل الهاوسز اللي في الشمال المفروض تقف مع بعض. نروح لكينجز لاندنج بقى، وسيرسي معلقه علام هاوس لانستر، والكراود ده كله شكله مبسوط وبيسقف. الفريم ده ممكن يكون من البلاك سيلز، المكان اللي سيرسي حابسه فيه الولايه بتاعت شيم، وشكلها مش هتكون لوحدها السنه دي. اسطول سوفو نيرون جراي جوي بيوصل كينجز لاندنج بعد ما شكله قطع طريق يارا وثيون. ديناريس قدام الخريطه اللي في دراجون ستون، وفي كذا شوت لديناريس ودراجون ستون في الاعلان ده. الواحد ممكن يقول ان ده احلى مشهد او ده، بس شخصيا انا شايف انه هي بتنزل على ستانس براثين من المكان اللي روبرت واخوه سرقوه منها ومن اهلها، احلى مشهد فيهم. تيريون طلع تقريبا ثانيتين في الاعلان ده من غير ما يقول ولا جمله. جيمي على اسوار كاسل، وممكن نقول ان هي هاي جاردن السيل بتاع هاوس تايرل من هدوم الجثه اللي قدامه. مشهد لجيش اللانسترز، واخر فريم لجيمي وبران قدامهم رماه من هاوس ستارلي وراهم قوات لانسترز بلس العالم اهو. مشهد جيمي ده بقى اللي بنقول عليه الفيلد اوف فاير الجزء الثاني، هبقى اتكلم عنه في بريك داون التريلر الاولاني بتفاصيل اكتر. جراي ووم قدام فتحه في صخره، او شوفوا انتوا عايزين تسموها ايه، بس الصخره دي تبقى كاستلي روك. كاستلي روك هي السيد بتاع هاوس لانستر، مكان عمره ما وقع تحت ايد اي حد غير اللانسترز، لان هو حرفيا قصر منحوت في صخره على الميه، وارتفاعها 3 اضعاف ارتفاع الوول. لما تيريون طلب من ابوه حقه الشرعي في ان هو يحكم الروك رفض، بس تيريون وهو صغير كان مسؤول عن المجاري والصرف الصحي للروك. سخريه القدر انه مش بس يقتل تايوان وهو في الحمام، لا دلوقتي هيقدر يساعد داني والانسوليد ان هم يدخلوا المكان ده عن طريق المجاري دي، زي ما جراي ووم فتح مارين برضو عن طريق المجاري في سيزون 4. والمشهد ده في 6 أو 7 بيفتحوا الباب لبقيه الجيش، يعني نوعا ما بيبروف ماي بوينت. تاني مشهد لجراي ووم ومساندي، ومحدش يسالني بصراحه المشهد ده ممكن يخلص على ايه عشان ما عنديش اي فكره. نرجع لاول اعلان بقى، والكريبي ليتل فينجر بيقول لسانزا شويه كلام ملوش معنى، انها المفروض تحارب في كل حته مش الشمال بس ولا الجنوب بس. بس في اخر الاعلان سانزا بتقول جمله من اول كتاب في مشهد ما بين ناد واريا، كان بيقولها فيه ان لما الوينتر يتنيل يجي الولف الوحيد بيموت، بس القطيع كله يقدر يعيش. سواء كان جون هو الولف الوحيد ولا اريا زي ما كانت متخيله، او حتى سانزا وليتل فينجر بيحاول يخليها تقلب الترابيزه على جون. ايام ليتل فينجر بقت معدوده قوي، ونهايته هتكون على ايد عيل من عيال ستاركس لو مش كذا واحد فيهم مع بعض. هنا النايت كينج بيبص للغربان اللي فوقيه، سواء بيبص وخلاص ولا حس ببراند بسبب المارك مش باين. مشاهد تانية تستاهل ان انا اتكلم عنها بسرعة، زي بريانو بودريك لسه في وينترفيل، دوثراكي ودراجن عليه دانيرس والمشهد ده، وهبقى ارجع اتكلم عليهم لما اتكلم عن الفيلد اوف فاير، جون ودافوس في مكان فيه شمس ومصيفين، جون والوايت ووكر، ثيون بيفرد من عمه. الفريم ده بقى مش باين ده ذا هاوند ولا برون، بس في لانستر سولدر ورا وماسك درع اهو، وممكن نبقى نرجع للفريم ده في فيديو تاني فيه سبويلرز اكتر من كده. ده كده بريك داون تاني اعلان. لايك الفيسبوك بيج، فولو مي على تويتر، وسبسكرايب لليوتيوب شانل لو مهتمين ان انتوا تشوفوا بريك داون تريلر الاولاني.